يا مساء الخير ويا مساء السعادة. بعد الملوخية والرز والسلطة وبعدها قفلتها بالحلى الطعم من المحل اللي حطيت لكم. هو شايفين كيف يا بنات وجهي صار مو طبيعي؟ بس تدروا أكثر شيء حبيته ومستانسة عليه حواجبي. شوفوا، أبغى أقول شيء عن الحلقة اللي نزلت في اليوتيوب مع زملائي وأصدقائي محمد سلطان ود أسامة. لازم تعرفوا والكل يعرف، أنا ما عندي مشكلة ولا عندي اعتراض على أي أحد. كان الكلام كله عشان شفتوا الشو اللي صار؟ فجأة صارت الحلقة عبارة عن أجزاء ومنشتات حاطينها الأكاونتات الكبيرة بالملايين. ساعات بعض الأسئلة تثير الجدل ويصبح حديث الرأي العام ويصير فيه غموض وشد ولفت الانتباه. فيا حبيبات قلبي ويا حبيبين قلبي، هذا اللي صار كل الحكاية. حبينا نعمل شو وزبط، لكن لا عندي مشكلة مع حليمة بولند ولا عندي مشكلة مع أحد، ولا أني إنسانة مرة أموت في الفلوس زي ما أنا قاعدة أقول. كله ترى شو، ترى والله العظيم أغلب الناس مقربين مني يقولوا لي نصرة ممكن أطلب منك طلب؟ حاولي شخصيتك هذه اللي إحنا قاعدين نشوفها تخرجيها في السوشيال ميديا. أقول ليش؟ يقولوا لي معليش بس ترى شخصيتك في السوشيال ميديا وطريقتك في الأجوبة وتصرفاتك وأشياء تنرفز، ودنا نمسكك نذبحك. كان نفسي أستمر زي ما أول ما اشتهرت وطلعت لكم على طبيعتي وعلى سجيتي، بس الفترة الأخيرة أنا أعترف أني مرة تغيرت وصرت شوية مستفزة وأسوي حاجات أستفز فيها الجمهور وبعدين أزعل. تبون تعرفون ليش تغيرت وليش صرت إنسانة مستفزة في أجوبتي، في حركاتي، في ردودي، في المواضيع اللي أطرحها وأناقشها؟ هقول لكم ليش. أسباب جدا كثيرة بس هلخصها لكم في رؤوس أقلام بشكل مبسط. نيكست. كل واحدة منا بتجيها فترة تحس إنه خلاص الأمل بدأ ينقص، روح المثابرة والطموح بدت. يمكن فترة من فترات في حياتي حسيت بتوهان، بالخص أنا مريت بفترة اللي هي تقريبا دحين سنة. أنا عموما إن شاء الله بحاول أرجع زي زمان عشان أنتوا كمان ترجعوا زي زمان. أحس إني بفضفض كثير لكن مو مشكلة، حاول أخذ غفوة شوي وأصحى ونسولف ونفضفض. يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، أصحى ولقي خبر يفرحني من قوة ما يفرحني أبكي من السعادة. لي ولكم.